الحوار الاستراتيجي ملامحه توضحت من الجولات الثلاثه التي عقدت العام الماضي، وستتضح اكثر خلال الجوله الرابعه التي من المؤمل عقدها خلال زياره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن نهايه الشهر الحالي. الاجتماع الاخير او الجدول الاجتماع الاخير الحوار الاخير اللي عقد قبل شهور تضمن ترتيبات واليات لانسحاب او جدوله انسحاب القوات الامريكيه، ووصل الطرفان العراقي والامريكي الى تشكيل لجان عاليه المستوى عسكريه وامنيه وسواها لبحث هذه التفاصيل. وبالفعل انسحب يعني عدد كبير من الجنود الامريكان من بين 5200 اعتقد عسكري موجود، انسحبوا حوالي يعني 2500 يمكن، وما تبقى منهم سوف ينسحبون وفق الجدول التي تم الاتفاق عليها. زيارة المنسق لشؤون الشرق الأوسط الأمريكي للعراق ولقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليوم ورئيس مجلس النواب تأتي في هذا السياق، في سياق الترتيبات النهائية لهذه الجدولة وكذلك لبحث الآفاق المستقبلية، العلاقة بين العراق وأمريكا من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين. طيب، يعني كما ذكرت بأن جرى انسحاب القوات المقاتلة من العراق، القوات الأمريكية، والانتقال في مرحلة أخرى إلى التعاون الاستراتيجي أو التعاون الاستخباراتي وما إلى ذلك من إضافة الخبرات إلى قواتنا الأمنية، إلى أي مدى ممكن استغلال هذه النقطة في التعاون لمواجهة الإرهاب؟ موضوع الإرهاب هذا هناك تحالف، أعتقد الناتو سيحل محل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع في إطار التحالف الدولي الذي ركيزته الأساسية حلف الناتو. أما الوجود الأمريكي في العراق، الأمريكان اعترفوا بأن كان لديهم قوات قتالية في العراق وقد انسحبت. المتبقي منهم هم عناصر ليسوا قتاليين، بمعنى لا توجد أسلحة ثقيلة يعني دبابات ومدافع، وإنما قوات أخرى محددة أهدافها بالدرجة الأساس لأغراض التدريب والتنسيق والدعم اللوجستي وما إلى ذلك. لكن هذا بحد ذاته أيضا يحتاج وضوح في هذا الموضوع، لأن الكثير من القوى السياسية أولا أعلنت رفضها للوجود الأمريكي كله، بدليل البرلمان العراقي صوت أوائل عام 2020 على الانسحاب الأمريكان، والحكومة العراقية يعني ملتزمة بهذا الإطار، ولكن في سياقات الدبلوماسية بهذا الموضوع. وهذه طبعا أي وجود أجنبي يحتاج إلى آليات للتعامل معه. الحكومة العراقية سواء كانت في الجولات التي عقدت العام الماضي أو الجولة التي عقدت قبل شهور والجولة التي ستعقد نهاية هذا الشهر ستوضح تماما طبيعة هذا الموضوع، بحيث يتضح من الذي سيبقى، كم عدد المقاتلين أو العسكر أو العناصر وفق جداول وكم طيب. عدد الذين ينسحبون، وبالتالي تتوضح الصورة. تتحول العلاقة بين العراق وأمريكا إلى علاقة بين بلدين تحكمهم اتفاقية موقع عام 2009 يعني.